وش تبي؟ قدر ما شاء الله. مجلس الإدارة في القانون أي مجلس إدارة اتحاد أو نادي 4 سنين خلاص؟ مفيش قانون بيقول إن مجلس الإدارة ده بيقعد 4 أيام خالص، تمام؟ ليه؟ لأن ناس انتخابتك مش للكورة، أنت انتخابتك نادي رياضي على رأس كرة القدم ونادي اجتماعي الأعضاء، تمام؟ أنا بقول أهو محدش يعرف يكسبني في نادي انا من 92 بكسب حمادة امان الله يرحمه الجميل تختار الوسيط ولا تشتري انا اللي بغير الوسيط ولا الكلام ده الوسيط ولا تشتري اسماعيل سليم حسن صح الحمد لله احمد سليمان فاضل له مره يبقى هاتريك تمام محدش يعرف يكسب انا الناس اللي انتخبتني مش رئيس مش مدير فني للكوره انتخبتني رئيس مجلس اداره الزمالك النادي كله بالرياضات كلها بالنشاط الاجتماعي مفيش رئيس نادي بيتحاسب ماتش بماتش وشوط بشوط وطب وانا جيت انا السنه دي بقالي سنه خدت الدوري وكاس لو لم يتم النهارده تقييد الثلاثي يا باشا احنا قلنا في ميعاد بكره مجلس الانضمام الاجتماع قبل ما انا كنت عايز اعرف الخطوه اللي جايه ايه قاعد البشر بقى يجتمع بكره رئيس مجلس الانضمام ويطلع قرار بالغاء قرار مجلس الانضمام بعد 5 دقايق هتستلم ده سيناريو معمول في البلد ادفع دفعنا وعلى فكره انا جبت يعني فلوس انا في المحكمه لو تفتكر تمام ويومها كنت جايبهم بالشنط ويومها برضه كان في شيكات بحوالي 7.5 مليون تقريبا تمام وبعدين طلعت في دفتر شيكات تاكد هو زي ما اتقالت التعنت هذا التعنت نتيجته لعبه النار واللي بيلعب بالنار في النهايه مين اللي في موقف حرج؟ انا ولا الاتحاد؟ هو الاتحاد اللي دخل نفسه في ازمه بيحاول يخرج منها وانا بحاول اساعده بالخروج من الازمه الجزء الاول بالمحكمه لو ربنا كرمنا النهارده او نفذ حق او بكره ان شاء الله لما لجنه التظلمات تلغي القرار يتحمل القرار بالموضوع لا محتاج محكمه ولا لجنه التظلمات مثال بسيط جدا ولجنه التظلمات ليه؟ لجنه التظلمات دي لما لجنه الانضباط تطلع قرار ضد الزمالك نروح نتظلم فيه للمستشار المختار علي الشيخ هو في انا سؤالي بقى فضل. هو ايه القرار اللي عملته لجنه الانضباط عشان يبقى يتنزل قدام لجنه التظلمات لكن هم بيحاولوا يخرجوا من المأزق هم طبعا في مأزق يعني في مأزق تمام احنا مش فاضيين بقى يعني احنا حتى انا قلت ايه خلاص لحد ما هو الامن مش فاضيين